المهندسون المعتصمون أمام مبنى نقابة المهندسين مستمرون باعتصامهم، حيث وثق أحد الناشطين نومهم أمام مبنى النقابة واعتصامهم كذلك حتى تحقيق مطالبهم. فنشاهد. أشرف الأبطال النايمة الساعة 3 الفجر، حبيت أصورهم هسه. طيب هاد مساكين ولا تقول كأنه أصحاب شهادات عليا، ماجستير واللي يكمل بكالوريوس. والله العظيم بوناسة تغيير وحمية، أكو هذا البلد من قادة المسؤولين مستحيل بهالوضع.